ولمناقشة آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا ينضم إلي دكتور نائل الياس مدير المستشفى الفرنسي في الناظرة. أهلا بك دكتور نائل، إلى أي مدى نحن فعلا أمام موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا؟ أهلا أخت مريم. إحنا بصراحة ما بنقدر نقول إنه إحنا موجودين أو على أعتاب موجة ثانية، يمكن بعدنا في الموجة الأولى، في بنسميها بقايا الموجة الأولى، بس التخوفات كبيرة جدا من بداية موجة ثانية. فعمليا كل المصادر العلمية ومصادر المختصة في بيئة في صحة الجمهور والمنظمات العالمية والدولية عم بتتداول هذا الموضوع، هل في موجة ثانية؟ الإشي اللي شوي بنقدر نقوله بكير لموجة ثانية، لأنه حسب التوقعات إنه الموجة الثانية كانت لازم تيجي أقل ما يمكن 6 أشهر 9 أشهر بعد الموجة الأولى. إحنا عملياً تقريباً ما لحقناش نطلع من الموجة الأولى، وبعدنا ما وصلناش لوضع إنه كان في عنا سيطرة تامة على الحالات الجديدة. فالحالات اللي عم بتكون بالفترة الأخيرة، وسبق حكينا يمكن إنه بالجمعة الأخيرة بالأسبوع الأخير في حالات تقريباً 750 حالة جديدة في الدولة، اللي عملياً هدول قبل الجمعة اللي قبلها ما كانوش موجودين. هذا كمان رقم قياسي دكتور، يعني نسبة يعني الأسابيع الأخيرة هو رقم قياسي أيضاً. صح، التغير إذا احنا بنطلع على الدالة الزمنية بنشوف إنه التغير بلش يطرق على كمية الإصابات الجديدة، هو بداية من تقريباً 29/5 28/5 بداية شهر 6. ففترة معينة 19/5 18/5 كنا بحالة نوعا ما من الاستقرار، وهذا اللي خلى الحكومة وزارة الصحة والوزارات وزارة التربية والتعليم انه تفوت على خطة خروج، خطة خروج اللي كانت مبنية على الأرقام اللي كانت صح في هذاك الوقت. بس احنا اليوم من تقريبا كيف حكيت بآخر أسبوع عم نلاحظ ازدياد في نسبة الأرقام وتزايد حالات الإصابة، وعمليا الإشي المهم كمان إحنا بنحكي عن إشي قطريا، يعني مش بس في محلات معينة. صح البؤر كانت أو البيئة المحلات اللي كان فيها أكثر نسب لازدياد الحالات هي في القدس، في النقب، في وسط البلاد، بالشمال البلاد ما في حالات كثيرة، بس عمليا الواضح انه الازدياد هو ازدياد في كل انحاء الدولة. طيب مع ازدياد الاصابات ايضا يعني وزارة الصحة صرحت ان هناك ازدياد في عدد الفحوصات، الحكي كان على 15,000 فحص في النهار، الى اي مدى هذا الاجراء اول شيء ينفذ فعلا ويصل المجتمع العربي، والى اي مدى فعلا يحصر انتشار فيروس كورونا؟ بصراحة لاحظنا بالأيامات الأخيرة ومبارح وأول مبارح ازدياد في كمية إجراء الفحوصات، يعني وصلنا تقريبا 12,000 13,000 فحوصات، وهذا كمان ممكن هو من أحد الأسباب اللي بتعرف إحنا ممكن نفوت على دائرة سحرية، يعني منزيد عدد الفحوصات فمنلاقي منكشف أكثر عدد حالات مصابة. بس الأمر صح لازم يكون في ازدياد في حالات في إجراء الفحوصات عشان نقدر نعرف بالذات بهاي الفترة، لأنه إحنا بفترة خروج من أزمة الكورونا المفروض إنه ينعمل أكثر فحوصات. الفحوصات بالطبع برضو موجودة في الوسط العربي، بس مش بنفس الوتيرة كيف موجود في الوسط اليهودي. نعم كالمعتاد. كالمعتاد. بحب أنوه إنه الإشي اللي بيميز الأرقام الحالية هي شغلتين. أول شغلة الأرقام أو الإصابات كانت بنسبة عالية في المدارس، بنحكي مدرسة القدس في جيمناسيا وعدة مدارس أخرى. والإشي الثاني اللي بيميز نتيجة إنه الإشي بالمدارس إنه فئة العمر اللي اليوم أو فئة الجيل اللي اليوم تقريبا من 10 ل 20 أو إذا بنوصل لحد 40 سنة هي أعلى من نسبتها في بداية الأزمة. يعني الفئة اللي كنا متخوفين منها
في بداية الطريق إنه هن هاي الفئة الخطرة اللي فوق الخمسين فوق الستين فوق السبعين. اليوم عم نلاقي إنه نسبة الإصابات هي موجودة كمان في الفئة الشباب الصغار. طيب كيف يعني نحكي على بؤرة تفشي فيروس أو يعني استمرارية لبؤرة تفشي فيروس كورونا في المدارس؟ الحديث عن القدس، كان في حكي عن يافا وعن النقب داخل المدارس. طيب كيف يمكن أن نمنع تفشي الفيروس في المدارس؟ يعني في دائما نقاش بين وزارة الصحة وبين وزارة التعليم، شو رأيك بهذا النقاش وماذا تقترح؟ اليوم عمليا التعليمات بتقول انه مكملين في التوصيات تبعت وزارة المعارف، اللي بالطبع كمان وزارة الصحة قدمت توصيات اخرى، بس القرار كان للحكومة. واليوم القرار الموجود انه بسكروا المدارس اللي فيها اصابات، اللي فيها شكل اصابات، اللي فيها اصابات. هاي يعني عمليا احنا بنعالج الموضوع بشكل موضع يعني وين في موقع معين اللي فيه نسبة إصابات فهذا المحل بتسكر. ما في برنامج وما في تخطيط وما في إرادة كمان إنه يكون تسكير كامل لجميع المدارس في الدولة، بسبب كمان مرة الوضع الاقتصادي. الحكومة شافت وكل الوزارات شافوا إنه الأزمة الأولى عمليا أدت لوضع صعب من ناحية اقتصادية في الدولة، والمدارس هي بتطلعوا عليها إنه هي المفروض الأولاد يروحوا على المدارس، الأهالي تطلع للشغل، فهذا هاي الدائرة إذا تشوشت فراح يكون في عنا مشكلة في الإنتاج ومشكلة في الصناعة ومشكلة في الاقتصاد. طيب إلى أي مدى تحولت مسؤولية منع تفشي فيروس كورونا إلى مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، وما هي كلمتك قبل يعني بداية الموجة الثانية؟ أول شيء خلينا شوي نكون متفائلين، بلاش نقول إنه إحنا قبل بداية الموجة الثانية. إمكانية. إن شاء الله بنقدر نسيطر، إن شاء الله بنقدر نسيطر على وين إحنا موجودين. والنقطة الأساسية صح، اليوم على مسؤولية كل واحد فينا، في عليه مسؤولية كبيرة كبير، الحفاظ على التعليمات، التعليمات الثلاثة اللي إحنا دائما بنحكي عنهن، وبالذات بهاي الفترة أكثر إلهن أهمية. ارتداء الكمامة الواقية، المحافظة على البعد مترين عن أي شخص آخر، والتعليمات الثالثة هي إنه النظافة الأيادي. فعمليا إذا إحنا بنحافظ على هاي الثلاث تعليمات، أنا متأكد وهذا كمان رأيي الشخصي إنه رح نكون في وضع أحسن. بس من رؤيتنا اليوم للوضع الموجود في الشارع، من رؤيتنا للوضع الموجود في مجتمعنا، في استهتار كبير، وهذا الاستهتار ممكن يؤدي فينا كلياتنا انه ندفع ثمن كبير ونعمل ما يسمى نوع من الوصل، وصل او جسر بين الموجة الاولى والموجة الثانية. المفروض انه يكون في فترة راحة، فترة ما فيش إصابات أو إصابات قليلة جدا بين الأولى والثانية. إحنا هون عمليا عم نمشي على نفس الوتيرة، في عنا إصابات، فإذا إحنا بنقدر نسيطر على حالنا ونمشي بهاي التعليمات، وأنا كتير بوصي بهاي التعليمات، بتأمل إنه نقدر ويكون لنا تأثير كبير إيجابي على السيطرة على فيروس الكورونا. نعم، شكرا على هذه التوجيهات دكتور نائل الياس مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة، شكرا لك. شكرا جزيلا.